سلام حبيبتي، ما تشوفوش حالتي كراهي. المهم مرحبا بكم في الفلوق تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا بخير. اسبوع حافل جدا، صورت لكم الاهم. كان عندي تحضيرات العيد، تحضيرات عيد ميلاد نور، كل ما هو افطار، النشاطات مع الاطفال، الاهتمام بنفسي، يعني كاع هاد الاشياء في اسبوع. يعني حسيت هاد الاسبوع هو الاسبوع اللي يعني اخر اسبوع من رمضان هو اللي كان شغجي بزاف بزاف بزاف، كانوا عندي بزاف الحوايج نديرهم. حاولت نصور لكم الاهم، ان شاء الله يا ربي يعجبكم. غادي نبدا المونتاج دركا، واليوم رانا اخر يوم من رمضان، اليوم يوم السبت. ان شاء الله يا ربي تكونوا فوتوا رمضان مليح. وانا من جهتي الحمد لله فات بيان، مع العلم اني ماشي واش كنت ناويه ندير، كنت ناويه نمشي قبل رمضان لعند اختي في ترك في تركيا باش نزورها، توحشتها بزاف بزاف، وربي ما كتبش على خاطر الرحله الغيت على جال الكورونا فيروس. والوالديه تاني كانوا ناويين يفوتوا معايا رمضان كما كل سنه، ولكن ربي ما كتبش. معليش الحمد لله. على كل حال حاولنا بقدر الامكان كأم وكأب انه نخلق واحد الجو اللي يكون هكا دافئ وعائلي في البيت في هذا رمضان. مشي سهله، خاصه انه الاطفال ما يخرجوش وكاع شويه صعيبه، ولكن الحمد لله فات مليح. وتاني نشوفوا الجانب الايجابي تاع الكورونا فيروس، الزوج تاعي هاد السنه قدر يفوت رمضان كومبلي في الدار ويخدم من البيت، فهذه حاجه مليحه بزاف باش يقدر تاني يصلي في وقته وكاع. الحمد لله كل شيء فات بيان. راح نحاول نوريكم الاشياء اللي درتها في هذا الاسبوع، ان شاء الله يربي يعجبكم هذا الفلوغ. ونبدو درك. فوالا برافو لي في اون بوزيسي سوبر، فوالا تري بيان. سجيت بنات غرفة النوم تاع النور. خلاص كملناها، ما قدرتش نصور لكم مين كنا نركبوا في الاتات وكاع، خاطر مع البنات يعني مستحيل، كانوا هنايا وكانت عجبت لهم الحاله وكاع، بقاو غير يشوفوا اش رانا نديروا كاع، فما قدرتش نصورها لكم. المهم هذا هو السرير تاعها، لا بتي طاب دو نوي. هاد لا فيوس كانت الفوق، هودناها لتحت احسن كما راكم تشوفوا. هذه هي غرفتها، في هذه الجهه درنا لها الخزانه تاعها، حطيناها هنايا اكزاكتومون لا ميم شوز، يعني نفس الشيء كيما غرفه النوم تاع سيرين. هنايا في الجهه المقابله، بلاك راكم عاقلين، هنايا كان الفوتوي، ففي حطينا هنا في الجهه المقابله ودرنا طابي صغير. انا دائما نحتاج هاد الطابي هنايا على خاطر في بعض الاحيان في الليل ما تبغيش ترقد لي نور في الفراش تاعها، تبغيني نديرها في حضني نرقدها عاد من بعد نحطها في بلاصتها، فنبغي نجلس هنايا وباش رجليا باش ما يبردوش لازم لي دائما طابي. وهنايا المكتب تاعها صغير، هذا كان في غرفه سيرين اذا راكم عاقلين واذا كنتو تتابعوني من قبل. وهنا هذا لو بيتي كوفر، هذا شريناه لها في هديه في راس السنه، دير فيه كل ما هو سيرين تاني عندها نفسه، الوالده تاعي هي اللي جابته لها. المهم باش يكون عندهم نفس الاشياء وباش ما توقعش بيناتهم غيره وكاع، دائما نحاول ان يكون عندهم نفس الاشياء فقط بتفاصيل مختلفه. هذا هنايا نور نحط لها فيه الكتب تاعها لانه مازالها صغيره على المكتبه، كي تكبر شويه نبدلها كما بدلت لسيرين. هنايا دايره فيه تاني كل ما هو اقلام تلوين، يعني لا بينتور كاع الصوالح. المهم هذه هي غرفه نور. بالنسبه للسرير تاعها راح نوريكم،
هنايا درنا لها هذا اللي تبع في ايكيا، سيكوريتي تاع لي زانفون، يعني الامان تاع الاطفال باش ما يطيحوش، لانه في الليله الاولى حطيت واحد الماطله هنايا وطاحت في الليل فعلا، وهذا كان عندي قاع من وقت تاع السيرين وعمري ما استعملته. السعر تاعها في حدود 10 ولا 15 يورو حاجه كيما هاك، مانيش متذكره لانه عندي زمان بزاف ملي شريته. المهم ركبناه، ما يجيش على هاد السرير لانه هاد السرير في هاد الجهه عريضه، فاخدي غيرنا له فقط هذوك لي بولون، هذوك لي فيست بدلناهم وركبنا، يعني النتيجه تاعها مليحه. درك راها ترقد فيه الحمد لله وما تطيحش منه، يعني راها مبلوكيه فيه. وبالنسبه للغطاء تاعها لي اسكوات، هذه فقط سلفتها على سيرين على خاطر لي اسكوات اللي طلبتهم من الانترنت مازال ما وصلوش، يعني راح يطولوا شويه باش يوصلوا، ولكن يعني الوان شابه وتتناسب مع غرفه النوم تاعها، واكيد اكيد الجوده لازم تكون عاليه. واش بقى لي ندير؟ الوغ عيد ميلادها 18 ماي ان شاء الله، باقي يومين. راح نحضر جينواز ونديرها في الكونجيلاتور على خاطر راني ناويه ندير لها فريزيي، اللي الكيك تاع عيد الميلاد. وبالنسبه للهديه راني خديت لها هديه وصلت وكاع، خصني نغلفها مازال ما غلفتهاش، راح نوريها لكم، وبالك نزيدها هديه اخرى ولا نستنى حتى يجي العيد ان شاء الله وندير لها هديه هي واختها، هدايا العيد ان شاء الله. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الغرفه تاع النوم تاع نور، اعطوني رايكم. حبيبتي بالنسبة للفريزي كاين زوج صوالح مهمين لازم تحضروهم باش تقدروا ديروا المونتاج تاع الفريزي تاعكم. الحاجة الأولى خصكم ديروا الجينواز، عجينة الجينواز، والحاجة الزوجة لازم ديروا إن كريم موسلين. بالنسبة للمقادير راح توجدوها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. نبدأ الآن بتحضير الجينواز، هذه عجينة بهذه الطريقة أنا دايما نحضرها كيما هكا ودايما تنجح معايا. ندير السكر مع البيض في اناء بهذا الشكل، ومن بعد نجيب كاسرونه فيها الماء غالي وندير كيما حمام مريم، نحط هذا البيض والسكر في هذيك الكاسرونه وندرب مليح مليح بالخلاط الكهربائي. هذا شيء مهم جدا، لازم نطلعها مليح 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 لانه كي تسخن راح ترجع لي كيما الكريمه وعندها واحد القوام كريمي رائع، يعني عندي واحد 10 دقائق وانا ندرب فيها حتى تولي بهذا الشكل، حتى تشوفوا من ترفع الخلاط تاعكم هكا تقدير كيما الامواج. بما ان الكريمه تاعها جاهزه الان راح نقلعها من حمام مريم ونزيد الفرينه تاعي على زوج مرات، يعني نقسمها نصين، النص الاول نفوتها هكا في السداده هكا نصفيه باش تتهوى شويه وباش ما يجوش فيها هذوك الجزيئات هكا مكورين هذوك. نخلطها مليح ومن بعد نزيد الجزء الثاني تاع الفرينه ونخلطها. كي تخلطوها حاولوا انكم تخلطوها بلا سباتول باش الكريمه تاعكم ما تهبطش. الان نجي نحطها في مول قالب اللي نديرها في الفرن. انا استعملت هذا القالب لاني نقدر نقلي فيه القطر والارتفاع تاعه مليح يناسبني، غلفته مليح بورق الطهي ودرت قطر 20 سنتيمتر، ممكن ديروا اكبر ولكن السمك راح يجيكم اقل. نضربه مليح هكا باش يخرجوا هذوك الجزيئات تاع الهواء، الفقاعات هذوك ما يبقوش الداخل في العجينه تاعي، وندخله في فرن يكون سخنته من قبل 160 درجه، نخليه تقريبا ساعة، من 50 دقيقة إلى ساعة. عينكم هي ميزانكم، ممكن تشوفوا إذا الطهي تاعه مليح ولا لا بواسطة عود الأنكوربا أو يعني الموس يكون مدبب. الآن نفوت لتحضير كريمة موسلي، هذه الوصفة خديتها من عند شيف دامية موقع 650 غرام، ممكن تشوفوها في الموقع تاعه أو ممكن تتابعوا معايا. درت كمية الحليب نسخنها على نار شوية قوية وباش الحليب ما يسخنش من تحت ندير نصف الكمية تاع السكر معاه، ما نخلط ما والو، نخليها تسخن. وفي هذه الأثناء راح ندرب صفار البيض،
مع نص السكر اللي بقالي، نضربهم مليح، ومن بعد نضيف لهم الفارينة مع المايزينا، أو ممكن تستعملوا فقط المايزينا كما تحبوا نتوما. عندي مزيج من الفارينة مع المايزينا، نضربهم مليح، ومن بعد نجيب هذا الحليب تاعي السخن، ما نخلوش حتى يفيد وهو ساخن، ندير النص تاعه فوق هذا المزيج ونخلط. النص الثاني نعاود نرجعه للنار، ومن بعد نكب كل شيء مع بعض في الكسرونه، وننقص شويه النار، ندير نار متوسطه، ونبدا نخلط هكا بالفوي كما من نصنع البيشاميل، غير بشويه بشويه نخلط 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 حتى القوام تاع الكريمه تاعي يبدا يتماسك. في الاخير راح نحصل على كريم باتيسير بهذا الشكل. انا نفضل اني ما نضيفش الزبده الان، نخليها حتى من بعد. دركا راح نخليها تبرد، نديرها في اناء، نغطيها بان فيلم اليمونتير، ونحطها في البراد لمدة ساعتين على الأقل، وما لازمش تكون ان كونتاكت مع الهواء، يعني الهواء ما لازمش يلامس السطح تاعها. على هذه لازم تغطوها بهذا الشكل. راح نخليها في البراد كما قلت لكم. الان بعد ما بردت نضيف لها الزبده تاعي. لازم الزبده ما تكونش تكون درجه حراره الغرفه، ما تكونش بارده بزاف وما تكونش دايبه. ونجيب الخلاط، او ممكن ايضا تستعملوا العجانه الكهربائيه ديروا لها الفوي اللي خلط، وتخلطوا مليح مليح حتى اللون يتبدل، يعني يولي ابيض اكثر، ما يبقاش هذاك اللون تاع الزبده، وتحسوا انه الكريمه تاعكم تهوت مليح. وبهذا الشكل تكون الكريمه تاعكم موسحين جاهزه. ما عليكم الان غير تمروا للمونتاج. كما راكم تشوفوا لاجينواس تاعي بردت وقسمتها نصين، ممكن تقسموها الى ثلاث اقسام اذا جاتكم مرتفعه بزاف، كل واحد واش يفضل. الان انا حطيتها في المول تاعي وزدت وسعتها شويه، لانه كما تعرفوا قدره تاعها كان 20 سنتيمتر، لازم نوسعها شويه باش نقدر نحط لي فخاز حولها. راح نختار حبات تاع فراوله يكونوا شابين، نغسلهم مليح ونقسمهم نصين ونحطهم في الجوانب. بهذا الشكل الان راح ناخذ سيرو، ممكن تصنعوا سيرو وحدكم او تشرو سيرو جاهز تخلطوا مع شويه ماء، سيرو فريز. انا صراحه صنعت سيرو وعطرته بعطر الفراوله، ولازم تمخوا به، يعني تمدوا به لا جينواس تاعكم باش ما تجيكمش ناشفه من الداخل. ومن بعد الكريمه تاعي حطيتها هنا بهذا الشكل. لازم اولا تاكدوا من ملء الفراغات اللي بين الفراوله باش كي تقلعوا المول الفراوله تاعكم ما طيحش تبقى شاده، تاكدوا انكم دخلتوها مليح في الفراغات. ومن بعد ديروا طبقه من الكريمه. صراحه المقادير اللي لقيتها في موقع 750 غرام تاع شيف داميان تاع الكريم موسلين ضاعفتها عاود صنعت مره ثانيه لانها ما كفاتنيش. بعد ما درت الطبقه الاولى تاع الكريمه راح نجيب فريز نقطعهم قطع صغيره، فراوله نقطعها كيما هكا، ونديرها في السونتر، يعني في المركز تاع الكيك تاعي كيما هكا بهذا الشكل. ممكن ديروا حبات كامله كيما تبغوا نتوما، انا فضلت اني نقطعها كيما هكا قطع صغيره. من بعد نجيب النصف الثاني تاع لاجينواس تاعي ونحاول اني نضغطها مليح باش الفراوله تدخل في الكريمه، وباش السمك تاع الفريزي ما يجينيش مرتفع اكثر من المول تاعي.
لان راح نجيب السيرو ونعاود تاني نفس بنفس الطريقه نشمخ شويه الجينواز تاعي بهذا الشكل. الان نضيف الكميه الثانيه تاع الكريمه من فوق ونجيب سباتول ونفتح الكريمه على كامل الفريزي هكا بهذا الشكل، نملسها هكذا مليح حيث انه يكون عندها نفس المستوى بهذه الطريقه تكون تقريبا جاهزه. يبقى لي غير بعض التفاصيل تاع التزيين من بعد. الان راح نحطها في البراد تاعي في الريفريجيراتور ونخليها على الاقل 4 ساعات. بعد ما خرجتها زينتها قلعتلها، قبل ما نقلع القالب درت ان كولي دو فريز، كان عندي فقط فراوله كونفيتور يعني تاع المربى تاع الفراوله، سخنته ومن بعد صفيته وهذاك السائل اللي بقى هو الكولي دو فريز. ممكن تصنعوا كولي دو فريز ولكن بهذه الطريقه احسن واسرع. فحطيته فوقها وزينت ببعض الحبات تاع الفراوله، وكان باقي لي شويه تاع كريمه كتبت بها نور ورقم 2 يعني سنتين. وبهذا الشكل كانت الكيكه واجده جاهزه. ان شاء الله يا ربي الوصفه تكون عجبتكم، اذا جربتوها اعطوني رايكم. C'est une pompe pour remettre de l'eau. Oui. Ah, c'est pour. C'est pas mal, hein. Tu vois cette eau, elle rentre là et elle rentre et ensuite elle passe par ces trous comme ça et ensuite il y a. Est-ce que tu peux me faire Happy birthday, happy birthday. Donc là, on. Oui, ma pépuce. Ouah, bébé. Il est où ton bateau? Comme vous pouvez voir, c'est Nour. Donc c'est l'anniversaire de Nour. Et je vous montre ce que j'ai fait pour le repas. Donc je vais accompagner ça d'une salade. Bien sûr, il y a de la soupe. Et j'ai fait un repas à l'égyptienne. En fait, c'est du riz. Un peu style capsé. Très, très parfumé. Avec des clous de girofle, avec... cardamome, avec du laurier, enfin l'odeur déjà là c'est juste incroyable. Il y a beaucoup beaucoup de fruits secs et je l'ai entouré avec des cuisses de poulet. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fabriqué avec ma maman. Nour, elle est en train de dormir. Et là, c'est l'après-midi. Ma soeur Nour, elle dort. Et là, on est en train de fabriquer plein de cadeaux. On a plein de gâteaux, des petits gâteaux avec des moules. On les a décorés avec ça. Vous voyez, on a décoré avec ça. Et on a aussi... Vous voyez ça, on a tamponné sur la ragine, comme ça, et ça faisait des formes. Et après, les formes, on enlevait par le plastique, on faisait comme ça, et on enlevait comme ça. Là, voici notre... C'est laquelle? C'est une pâte. C'est une pâte, mais c'est la quatrième ou c'est laquelle? Oui, c'est la quatrième ou cinquième pâte. On a fait plusieurs. On a fait plusieurs, et la maman, elle est en train de... De la bien étaler pour mettre comme ça et appuyer.
On a fabriqué encore plein de gâteaux, ils étaient dans le four et là j'en ai goûté, je viens d'en goûter parce qu'il a refroidi, je viens d'en goûter un, il était délicieux et j'ai dit à maman de rien rajouter, c'était parfait et c'était délicieux. Maman elle ne peut pas goûter, elle fait le ramadan bien sûr, elle ne peut pas goûter, elle fait le ramadan. C'est tout. Un petit coucou et bye bye. نعاود نرحب بكم. اليوم وصلوا الملابس تاع العيد، راح نوري لكم واش خديت لهم هاد السنه من زارا. كل وحده خديت لها طقمين، الاول هذا السيرين مخدوم بلا كيبور، يعني جوده رائعه، وحتى الديزاين تاع زارا شابين بزاف فيها البلو. وخديت لها هذا الشورت مع الاو تاعه، وخديت لها هذا لو شابو. اما بالنسبه لنور فخديت لها هذا لونسومبل الازرق، هذا يهبل بزاف وخفيف مليح بزاف للصيف، وخديت لها معاه هذا الطقم الغوز بال. راح نوري لكم التفاصيل تاع هذا الطقم، يعني اكثر من رائع، يعني شوفوا القماش تاعه كيفاش داير، يهبل بزاف، شباب شباب بزاف. وخديت لها معاه لي زاكسيسوار هذوك لشعرها، غير باش ما تغيرش من الشابو تاع اختها لانه هي عندها ديجا لي شابو. اما بالنسبه لسيرين فخديت لها هذا لو سويتشيرت، كان وزدت خديت هذا السويتشيرت لسيرين لانه كان سولدي وكان عاجبني بزاف، فخديته لها ان شاء الله تلبسه كي مع سبتمبر اكتوبر ان شاء الله. المهم راح نحاول نوري لكم هاد الملابس فوق بناتي، على خاطر راح نحاول سيرين ماذا بيها تبغي كي نصورها، بصح نور ما ترتبش في بلاصه، فراح نعمل مجهودي باش تشوفوا كيفاش دايرين فوق الاطفال. يلا نشوفكم.